وبعدين ما بين معك شيء؟ لا والله يا نادية ما بين معي شيء. بس هيك تأخرنا على الجماعة. طيب شو بدي أعمل؟ هي إلنا أكثر من ساعة عم نلف مثل الخنفسة بالطاسة وما كنا نسدل على العنوان. لك لا يكون العنوان اللي معك غلط. مستحيل، جابر كتب لي إياه بإيده. اقرأ لي هالعنوان لشوف. ضاحية السكن الشعبي، منطقة التوسع الأفقي، بناء جمعية التطوير السريع، خامس بناية بعد الحديقة، المدخل الشمالي، جانب عمود الكهرباء الطابق الرابع. العنوان دقيق ومفصل، ليش هيك عم يصير معنا؟ بجوز لأنه المنطقة جديدة وما فيها نقاط علام، يعني لا أسماء شوارع ولا أسماء ساحات، يعني كأنه قاعدة بصحراء. اسأل هالناطور، بركي بيعرف العنوان وبيدلنا. معك حق، استني هون لشوف. مرحبا يا أخ. أهلي وسهلي. الله يرضى عليك، هالبناية لأنه جمعية تابعة. يا سيدي هاي تابعة لجمعية الفنون الشعبية. طيب بناء جمعية التطوير السريع وين صار؟ وين قالوا لك؟ قالوا لي هون بالتوسع. أنو توسع؟ الأفقي ولا الشاقولي؟ قالوا لي هون بالأفقي. هذا التوسع الشاقولي. شو هالحكي؟ بس دلونا لهون. سيدي يلي دلوكم غلطاني. يعني كيف بدنا نروح هلا؟ بتلف من هون وبتمشي على الشمال هيك لأول الضاحية وهنيك بتسأل. يعطيك العافية. تفضل اشرب شاي. صحة وهنا. جابر؟ نعم. هلا أنت متأكد إنه عطيتهم العنوان مزبوط؟ بالتفصيل الممل. ليش تأخروا لهلا؟ والله ما بعرف، الغايب عذره معه. قلك بصراحة أنا حاسة من أول ما سكن هون كأني عايشة بصحراء. ليش؟ شو ليش؟ لأنه ما في حدا فكر يجي لعنا إلا مات 100 موتة لحتى يوصل. هذا ظرف مؤقت يا دليلة، لأنه المنطقة لساتها جديدة. أنت استني 5 سنين بس، ليش مصرتك محروقة؟ استني وشوفي شلون هالمنطقة بدها تنقلب قلب. بكرة بتشوفي الحدائق المنسقة والشوارع النظيفة والساحات المنظمة وكله عليه لوحات مضيئة بأسماء الشوارع وأرقام البيوت والبنايات. شو هالحكي؟ ايه طبعا، مو هيك وعدونا لما سجلنا بالجمعيه من 15 سنه؟ ايه صحيح، بس عيش يا قديش لين بوت الحشيش. عفوا ما فهمت، بيت مين؟ بيت جابر مسعود. وين قالوا له؟ قالوا لي خامس بنايه بعد الحديقه، ولحد هلا ما كنت لاقي حديقه. شلون ما كنت تلاقي حديقه؟ ليك قدامك. هلا هي هي الحديقه؟ هيك نازل بالمخطط. معناتها هذيك البناية الخامسة تبع جمعية التطوير السريع. تطوير سريع، تطوير بطيء، صدقني ما بعرف. بإمكانك توصل لهنيك وتسأل. كتر خيرك. يمكن وصلوا. شفيت الأستاذ جابر؟ الحمد لله. أهلين أستاذ مروان. أهلين يا ميت، مرحبا. أهلين وسهلا. مرحبا. أهلين. مرحبا مدام ناديا، شو صحتك يا أهلا وسهلا. تفضلوا. إن شاء الله ألف مبروك. إن شاء الله آية الرزق والسرور. تشكر يا سيدي، بارك فيك يا رب. بس تأخرت كثير، يعني شغل بالنا عليكم. الله وكيلك، صار لنا ساعة عم نلف على عنوان البيت، شوية تانية كنا رح نرجع على بيتنا. شو هالحكي؟ معقولة تعملوها؟ إيه لكن معقولة تسكن بمنطقة مقطوعة أنت الثاني؟ ليش فكرك رح تضل هيك؟ كل شي بأوله بيبقى فوضى، بس بكرة المنطقة بتتحسن والجماعة عم يشتغلوا، مو إنه ما عم يشتغلوا. آخ طيب من هون لتتحسن المنطقة على القليل يحطوا اسم شارع لحتى نعرف رأسنا من رجلينا. صحيح جابر، ليش ما بتطالبوا بتسمية الشارع؟ لا وخاصة إنه في خطة لتغيير أسماء كل الشوارع والحارات بالبلد، أنا هيك سمعت. ما عندي مانع، فكرة معقولة تماما. بكرة براجع المحافظة وبستفسر عن هالموضوع. شو يا جماعة رح نقضيها حكي؟ مو على أساس عزمينا على الغداء ولا رجعتوا بكلامكم؟ لا شو رجعنا بكلامنا، الغداء جاهز. بس وينك؟ بدك تنسى لي الرجيم اليوم؟ ها ولا يهمك، أنا اليوم عامل استثناء عن الرجيم. الله يستر. تعال لي لحتى عوض الحريرات اللي فقدتها وأنا عم لف ودور على عنوان بيتها. والله يلا يا جماعة تفضلوا. تفضل 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 مدام نازية. تفضل تفضل حبيبي. شو قلت لي
مشكلتك استاذ؟ استاذ انا ساكن بضاحيه السكن الشعبي، والمنطقه هنيك باعتبارها جديده ما فيها اسماء للشوارع والساحات. صحيح، حق معك. ولها السبب عم نعاني الامرين من هالقصه. يعني مثلا استاذ، البريد ما عم يوصل بوقته، والاشعارات الرسميه عم تتاخر علينا، واحيانا ما عم نتبلغ منوب. حتى زوارنا وضيوفنا نصهم عم يضيعوا عن البيت وما عم يعرفوا يوصلوا. طيب شو مطلوب بالضبط؟ يعني المطلوب على القليل تسميه الشارع اللي انا ساكن فيه لحتى يصير لي عنوان استند عليه، لانه شو قيمه البني ادم بلا عنوان؟ يعني بصير يحس كانه مكتوم او مضيع هويته. وبالمقابل استاذ، كل رفقاتي واصدقائي لما حدا بيسالهم وين ساكنين بيقولوا ساكنين بشارع كذا او بالحي الفلاني او بالحاره الفلانيه. الا انا استاذ، انا لحد هلا ما بعرف شو اسم او شو رح يكون اسم الشارع اللي انا ساكن فيه. والله معك حق، مزبوط. لذلك اذا تكرمتوا ارجو الاسراع استاذ قدر الامكان بتسميه الشارع ووضع شاخصه تشير لاسمه باوله وباخره. ولا يهمك استاذ، هي شغله بسيطه، ومن حسن حظك انه المحافظه شكلت مؤخرا لجنه على مستوى رفيع بتضم خبرات كبيره بالتاريخ بالجغرافيا بالميثولوجيا، اسمها لجنه اطلاق التسميات. وهاللجنه هي رح تعيد النظر بتسميه كل الشوارع بالمدينه. حتى شارعنا استاذ؟ عم اقول لك كل الشوارع، مو بس شارعكم. الشوارع والحارات والازقه والزواريب والدخليج والسوق والخرابات والحدائق كمان، كله رح يصير اسماء معتمده بالسجلات الرسميه. عظيم جدا، حلو كثير هالحكي. ولحتى تطمن اكثر بامكانك تراجع رئيس اطلاق التسميات وتذكره بالشارع تبعكم. وين بلاقي رئيس اللجنه؟ شفت الخرابه الشماليه اللي باخر الخط؟ نعم. في قدامها كازية مازوت الجيش، على كتف الكازية من الناحية القبلية بتلاقي قصات المي سودة ضخمة كتير ومصدية مكومة فوق بعض البعض. قصات المي؟ ايه، ما بتضوي حدا، صرنا أكثر من 6 سنين محطوطة هنيك. المهم استاذ، جنب القصاطير عالرصيف في كلبة خشب كبيرة أبصر لأنه فرع تابعة، فيها تختين وتلفزيون أسود وأبيض، وطالع منها بوري صوبيا ومعلق بالبوري سطل مشان ما يشر الصدي على الناس. نعم. على يمين الكلبة مباشرة في حاوية قمامة مكسورة ومرسوم عليها سهم. الحق السهم، بتلاقي بوشك كومجي في جنبه عزب التمام باب حديد أصفر مخلوع، يعني مخلوع، هنيك بيداوم رئيس اللجنة. شكرا أستاذ، شكرا، عزبتك معي. بس إلي رجاء صغير. تفضل. يا ريت تعد لي العنوان حتى اكتبه. على يمين الكلبة مباشرة في حاوية قمامة مكسورة. أخي لا حدا يجادلني، هيك بدهم، هيك طلبهم، بدهم أسامي تاريخية إلها معاني، أشخاص إلها مواقف بماضينا البعيد. أبو جنادة تفضل، استراح بمحلك إذا سمحت. تفضل. مثل ما بيريدوا. والحقيقة الحامة عم يطلبوا هيك طلبات، لأنه التسميات خلصت، سمينا شارع المحبة، النهضة، الورود، الرياحين، التضامن، الأخوة. بس النكتة إنه شوارعنا كتيرة وحاراتنا أكتر، يعني الأسماء اللي عم نسميها فعلا نفذت بين إيدينا، خلصت ولا بد من الاستعانة بالقواميس. إيه بسيطة أستاذ، ليش موهوم؟ طالما قواميسنا معنا ما في أسهل من الاختيار. طبعا يا جماعة، حاجتنا بقى أسماء مفرنجة. شو شارع جاردن سيتي والشارع الكسليك والفردان وما بعرف شو؟ يعني قلت اسماء عربية عنا؟ طيب والأسماء الآرامية شو بنعمل فيها؟ إذا كانت الأسماء جميلة ما منغيرها، ممكن نثبتها على أساس أنه الآرامية أخت اللغة العربية. صحيح اندسرت بس ماشي الحال. طيب في أسماء لشوارع وأحياء مرتبطة بوجدان الناس، يعني لو غيرنا هالاسم رح تضل الناس تستعمل اسم القديم، مثل ما صار معنا بضيعة الكركوبة. ليش شو صار بضيعه الكركوبه؟ اهالي ضيعه الكركوبه كانوا متضايقين كتير من اسم ضيعتهم، فقدموا طلب للمحافظه لتغيير اسم الضيعه، وبالفعل استجابت المحافظه وغيرت اسم الضيعه من ضيعه الكركوبه لضيعه الواحه. بس لحد هلا كل اهالي الضيع يلي حواليها عم يتعاملوا معها بنفس الاسم الكركوبه. ستي الناس معها بتتعود، بس الموضوع بده شويه وقت. في شي ملاحظه استاذ غانم؟ معناتها نحن لازم نستمر بإطلاق أسماء الأعلام والشخصيات التاريخية الهامة على الشوارع والحارات. بالضبط، هذا لازم نسويه. عظيم كتير، أصبح خلونا نتابع. على ما أذكر أنه وصلنا لحي تموز،
شو رأيكم؟ نتمم سبتين تموز ولا نغيره؟ أنا برأيي نخليه، لأنه اسم له دلالات ميثولوجية مهمة كتير. حلو، أصبح سبتو عنكم يا شباب. وهون في عنا الشارع اللي بيوصل بين شارع تأبط شرا وشارع سر بعرا. شو رأيكم؟ شو رأيكم نسميه؟ سيادة مستشار، تفضل، ممكن تفيدنا؟ أنا برأيي طالما الشارعين سميناهم بأسماء شعراء. ليش تأبط شرا وسر بعرا شعراء؟ طبعاً. طيب شو كان اسم الشارع من قبل؟ تأبط شرا كانوا يسمون الناس شارع حرمية النهار. أما سر بعرا فكانوا يسموه العوام باسم شارع التهريب. لا أسماءنا أحلى، هلا شو بدنا نسميه؟ بدنا نرجع للقاموس. تفضل. شو رأيكم باسم المستجزر ابن سجنجل؟ حلو، هذا شو ببيع؟ يعني شو صفته؟ مكتوب بالقاموس كاسر من كواسر العرب. نقف واحد بأصبعته على رقبته طق له ياها. اوكي، سبتوا الاسم عنكم، المستجزر ابن سجنجل. شو رأيكم نسمي الشارع يلي بعده شارع عجيل بنت ييس؟ هذا شاعر مخضرة بس ما زعصيته كتير وحظه سيء إعلاميا. إيش عليه؟ إحنا منزيعه. المهم في حد عنده اعتراض على عجيل بنت ييس؟ أوكي، سبتوا الاسم عنكم. نرجع للخريطة. في عنا هون دخل صغيرة، دخلوجة بين الزاروبية اللي سميناه الزمخشر بن القعقاع ودخلت المفنص الطبطبائي. شو نسميها برأيكم؟ عندي اسم حلو كتير يا سيدي، منسميها شناعة الخرندعي. عفوا أنا ما مر علي هيك اسم. مكتوب هون شناعة الخرندعي كان يشتغل بالنقش والدهان وصق السيوف. شغلته فنان يعني؟ نعم فنان. ما في عندي مانع، لازم يتكرم، لأنه الفنان لازم يتكرم ولو بعد ألف عام. وهون عندنا ساحة كبيرة رئيسية، شو نسميها برأيكم؟ لحظة شوي، خلونا نستأنس ونستنبط من القاموس. يا سيدي أنا ساكن بضاحية السكن الشعبي، التوسع الأفقي. هو الحقيقة في عنا خطة لإطلاق التسميات على كل شوارع المدينة بما فيهم السكن الشعبي، بس يا ريت تمهلونا شوي لحتى نوصل لعنكم. وهالوقت طويل يا ترى؟ لا 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 لا، كلهم 20 يوم بالكتير، بس بيني وبينك اللجنة متحمسة كتير، عم تشتغل ليل مع نهار لاستخراج الأسماء وأعلام والشخصيات من المعاجم وأمهات الكتب. يعطيكم العافية، الحقيقة هيك الواحد بيتطمن. لا اطمن استاذ جابر، وراح نلاقي لك اسم مرتب للشارع تبعكم. بارك الله فيكم يا سيدي. يا اهلا. شكرا استاذ. الله معك. مع السلامة. اهلا وسهلا. الله يخليك. مع السلامة. عفوا استاذ، يعطيك العافية. شكرا. الله يعافيك. يا اهلا وسهلا. اهلين. يا اهلين. اهلا وسهلا. اهلين. ما عرفتي ما؟ لا والله ما عرفتك. معلش مستعجل. يعطيكم العافية أستاذ. أهلين. الله يعافيك. أمور؟ يبدو معرفتي ما؟ عدم مؤاخذة، لا والله معرفتك. مين حضرتك؟ أنا الفنان حسني فخر الفن. أهلا وسهلا، تفضل ارتاح. تفضل تفضل. عفوا أنت فنان بشو؟ ولو أستاذ معقول معرفتني؟ أنا اللي عدموني الأتراك بمسلسل اللهم عفوك، وأنا اللي أتني المنجد بمسلسل القلاع، وأنا اللي أكلت هيلطية بمرايا سابقة. آسف كتير أستاذ حسني، يعني ما بيعرفك بيجهلك، بس الحقيقة أنا ما عندي اهتمامات كتير بالتلفزيون. هذا من سوء حظنا طبعا. طيب وشو بقدر أخدمك؟ أستاذ أنا ساكن بحي البستان، وسمعت أنه أنتم بتكونوا تغيروا أسماء الشوارع كلها. كلام مزبوط، ولحنا بصدد تسمية الحي بالذات. عظيم كتير أستاذ، معناتها أنا ما أجيت متأخر. هلأ الشارع الأول اللي هو على اليمين اللي اسمه الشب الظريف، شو رح تسموه؟ على ما أذكر صار اسمه الشارع الوهواء الدمشق. طيب الشارع الفرعي، أول شارع اللي على اليمين، شو كمان رح تسموه؟ هي لسه ما قررناها، بس إذا عندك أي اقتراح تفضل. أكيد. تفضل تفضل.
ليش ما بتسموا أسماء الشوارع الفرعية بأسماء الفنانين والمثقفين أستاذ؟ إيه ليش لا؟ اقتراح وجيه، بس المشكلة إنه كتب التراث كانت بخيلة علينا بأسماء الفنانين. في واحد بالعصر العباسي كان يدق على الطبل وينفخ بالقرن، كان اسمه جعجاع اليشكري، بس خايفين يكون لا لا لا، أنا بقصد فنانين معاصرين. مثل مين يعني؟ عدم المؤاخذة يعني مثلي أنا، أنا مثلا يعني الشارع اللي أنا ساكن فيه اسمه شارع الشوكة، بس الناس ما بتقول وين شارع الشوكة، بتقول وين شارع الفنان حسني فخر الفن، يعني اللي أنا ساكن فيه. عدم المؤاخذة أستاذ، نحن ما جرت العادة عنا إطلاق أسماء الأدباء والفنانين إلا بعد ما يموتوا. الله يعطيك طولة العمر، بس هذا الإجراء بجوز يكون فال سيء عليك. يعني الفنان عنا بالبلد ما بتكرم إلا بعد ما يموت؟ على كل حال هذا الموضوع مو بإيدي، إذا مصر على هذا الاقتراح بإمكانك تجيب لي موافقة خاصة. هلا أنا فاضي أركض ورا الموافقات يا أستاذ. طيب بلا ما يكون اسم الحارة باسمنا، يعني سموا شيء اسم موقف باص، يعني بدل ما يكون موقف باص الشوكة خلي يكون اسم الموقف فخر الفن باسمي، يعني صعبة؟ الحقيقة يا أستاذ حسني أنا محرج منها كتير، كمان ما بيطلع بإيدي واللجنة ما رح توافق. أوكي شكرا كتير حضرة رئيس اللجنة. أهلين. I will try again. نعم شكرا، أنا بشوف المسؤولين، أنا بشوفه. عشنا وشفنا، مو بيان اللي نسمي الشوارع بس ما كومبرس. شو وصلي هذا؟ مرحبا. اهلا وسهلا. هون بيت جابر مسعود؟ اي نعم هذا هو. حضرتك؟ اي نعم. وقعنا على السلامة البنكية اذا سمحت. يا عيني تفضل. الله وكيلك، دخلنا لقينا عنوان البيت. يعطيك العافية. الله يسامحك. تفضل. تسلموا ايديك. بس هالبرقية تاريخها من شهر. يا مو ذنبنا استاذ، الله وكيلك دخلنا لعرفنا عنوان البيت. ماشي الحال، يعطيك العافية. الله يعافيك. يا اهلين وسهلين، تفضل. سلموه. الله يسلمك. جابر، منين البرقية؟ من أخي من كندا، طالب شوية وراء مهمة، بس يمكن ما عاد إلحق أبعثه ياهون. ليش بقى؟ البرقية متأخرة شهر، قال ساعي البريد ما كان يستدل عن عنواننا. حتى ساعي البريد ما عم يلاقي عنواننا، وآخرتها هالحالة بقى، لأمتى هيك بدنا نضل مثل المقطوعين بالصحراء؟ فعلا يا دليلة، هالشغلة ما عاد ينسكت عنها أبدا. طيب انزل بكرة على المحافظة وراجع اللجنة وشوف شو صار معهم. صرت مراجع اللجنة 4 مرات، وكل مرة بيقولوا لي اليوم وبكرة وبعد بكرة، وما بين حدا منهم لحد هلا. جابر بعدين بهالحالة بقى؟ ولا يهمك، أنا رح أتصرف على طريقتي. شو رح تعمل يعني؟ الله يرضى عليكي، عسقيفة في علب دهان وبخاخ سبراي، ناولين ياهن لو سمحتي. شو بدك فيه؟ هلا ناولين ياهن أنتي وبعدين بتعرفي. حدا من الجيران اشتكى عليك للمحافظة؟ وليش ليشتكوا؟ هذا فوق ما يشكروني لأني سميت لهم الشارع. جابر هاي الشغلة ما فيها مسؤولية؟ مسؤولية شو؟ كل ما هنالك أني كتبت اسمي على الحيط بأول الشارع، لا كتبت شعارات مناهضة للحكومة، ولا كتبت عبارات مسيئة للأخلاق. وبعدين قلت ناس عم تكتب على الحيطان، هذا اللي بيكتب ذكرى فلان، وهذا اللي بيكتب كل من يبول هنا بكم كذا وكذا، وهذا اللي بيكتب ممنوع إلقاء القمامة، وبيكب وصخ تحت العبارة مباشرة، وشي بيكتب لك وحشتوني الحب كله اذكريني دائما بقى سعرك سعر كل هالناس. بس بتعرف يا جابر إن فكرة ممتازة إنك سميت الشارع باسمك، بكرة بتصير أكتر واحد مشهور بالضاحية.
لك ستي انا عم دور على الشهرة، انا عم دور على عنوان، على عنوان بس. طالما هيك ليش ما حطيت اسمي على الشارع انا كمان؟ ما بعرف والله، ما خطرت لي الفكرة. ليش بالعادة بيسموا شوارع باسماء نسوان؟ اي ليش لا، دليلة ساري بسار خولة بنت الازوار وشجرة الدر والست ام كلثوم، قليلة شو تسمت شوارع باسمائهم. ام كلثوم لحالها سموا ضياتها طمي الزهايرة باسمها، بقى انت مستكتر علي شقفة حارة. خلاص يا ستي لا تزعلي، بكرة بسمي ساحة باسمك، شو خسران يعني؟ ها ولا شيء. هيك ها مريضة من الاول. العنوان ما بيضيع حدا، سهل كتير. أول ما بتفوت على التوسع الأفقي قدامك ساحة دليلة، على يمين الساحة شارع جابر مسعود، ايه نحن خامس بناية على اليمين. ولك لا لا، هنيك مين ما سألت على شارع جابر مسعود، بدلوك دغري، هالشارع معروف كتير. ايه وهو كذلك، أنا بانتظارك، الله معك. شارع جابر مسعود يا شباب، ساحة دليلة. شارع جابر مسعود ساحة دليلة يا شباب، قرب لعندي لهون. شارع جابر مسعود ساحة دليلة يا شباب، قرب لعندي لهون. وشو قررت بخصوص هذا الشارع؟ أنا بقترح نسميه شرحبيل ابن جهم الخنفوسائي. ومين هو هالبلا صغرى؟ هذا كان نخاز جواري، بس الله تاب عليه وانخرط بحملة فتح سمرقند. هو مظبوط شرحبيل بن جهم الخنفوسائي انخرط بحملة، بس مو حملة سمرقند. بس أنا هاي المعلومة جايبة من تاريخ الأمعري، وأنا معلوماتي جايبتها من تاريخ ابن خانكان، بالعلامة وقع بالأسر. مو مشكلة يا جماعة، سواء كان بفتح سمرقند أو مكان، المهم أنه قائد حربي. صح، هذا اللي بيهمنا من أمره. مين موافق على الاسم؟ عظيم، أصبح سبت والاسم عندكم. خلونا ننتقل على الساحة اللي بعد الشارع. في عنا هون بمنطقة التوسع شارع وساحة، ويبدو إلهم أسماء تاريخية عريقة، شو رأيكم نحافظ عليها؟ ليش شو مسميين؟ ساحة دليلة وشارع جابر مسعود. بس يا ترى أنه دليلة منهم؟ دليلة المحتالة اللي عاشت بالعصر الفاطمي، ولا دليلة الشاعرة الأندلسية اللي كانت خليلة الشاعر ابن مأمون؟ بتصور ان دليلة الشاعر الاندلسية، لانه مو معقول يسموا الساحة باسم دليلة المحتالي. وانا بأيد هالرأي. اوكي، معناها رح نخلي الساحة باسم ساحة دليلة، شو رأيكم؟ اسم كتير حلو ومهم بنفس الوقت. عظيم، اصبح سبتونا الاسم عنكم. وهلأ مننتقل لشارع جابر مسعود. حدا بيعرف معلومات عن هالاسم؟ طبعا، جابر مسعود واحد من الشعراء الصعاليق اللي عاشوا بالجاهلية قبل ظهور الإسلام. بالضبط، وكان إيده اليمين لعروة بن الورد، بس في مؤرخين بيقولوا إنه كان يغار كتير منه لعروة، لأنه عروة كان أشعر منه. بس كمان جابر مسعود من الشعراء الصعاليق المهمين، وأنا برأيي إنه شعره لا يقل أهمية عن شعر عروة. في بعض المؤرخين بيقول إنه قصيدة عروة كليني لهم يا أميمة ناصبي اللي شهرته لاطشها من جابر مسعود. بس هي المقولة مثبتة تاريخيا. المهم هلأ خلوا اسم الشارع على اسم الشاعر جابر مسعود، لأنه بيستاهل يتسمى شارع باسمه. أوكي، سبتوا هالاسم عنكم. صحيح انحلت الأزمة، بس تاريني طلعت من شعراء الصعاليك ومالي دريان. بعد انت ويا ولك، بعد انت ويا، شفتك شفتك، شفت كم طرطايرتي يخرب بيتكم، شو قليل الذوق العمى.
بمدوا ايدن على الرزق كمان. شفتك ولك شفتك. انت ابن ابو شهاب، عرفتك ولك. انا بفرجيك يا عمنطشي، يخرب بيتك الله يعينك تقرب مره ثانيه على طرطايرتي. العمى بقلبكن العمى مثل العفريت، شاقين الارض وطالعين. العمى يخرب بيتكن، العمى يخرب بيته. العمى تقولي عفريت وشاقق الارض وطيليه. شفته هلق بروح لعند ام شهاب وبحكي معها. عم قلك كمشته بالجرم المشهود وهو عم يلعب بالطرطايره وينهب الرزق بعد. ولا يهمك تقهرني، قلي وين مشوارك اليوم؟ وين بدي اروح يعني؟ مثل العادي عداير العصافير، بدي احمل كم كيس سماد من هنيك، وبدي اخذ الفجلات والبصلات وسوقهن بسوق الهول. يعني بدك تتاخر؟ لا بديش اتاخر، يعني حسب التساهيل. يلا بدك شيء؟ لا ما بدي شيء، سلامتك مهوني. بس امشي على مهلك لان سواقتك على قدها وشوفاتك نص ونص. نص ونص يعني انت يلي شوفاتك ملاح نص ونص. ايه الله يرضى عليك، جهزوا لي عدة صيد كلياتها. ايه وامسحوا الجفوت منيح، ايه مشان غبرة. ماشي ولا يهمك، الله معك. رح تطول بالمزرعة؟ شغلة يومين ثلاثة مو أكتر. ليش كل هالقد؟ يا صالحة هذا موسم صيد الحباري وبيجوز نعسكر يومين ثلاثة بالجرد العالي. أي سيارة رح تاخد معك؟ رح أطلع بالبومة والشباب رح يطلعوا ورائي بال505. يعني الشبح رح تضلهم؟ اي نعم رح اترك لك اياها، واذا شي حدا اتصل فيني من التجار اعطيهم رقم المزرعه. هلا لو قعدت هون ودرت بالك على موسم الزيتون مو احسن لك من الطلعه؟ لا مو احسن، موسم الزيتون ما رح يهرب بيستنى، بس الحباري والترغل ما بيستنوا. رستم بيت كل شي جاهز رستم بيت. والشباب وينهم؟ منتظرين تحت. اصبح زين حمي السيارات على بين ما اجي. حاضر رستم بيت. يلا تريد شيء قبل ما نمشي؟ سلامة قلبك مهوني. وينك رستم؟ نبه على راتب يسوق على مهله. حاكم انا ما بتعجبني سواقته بنو. تأمري امر صالحة خانو. الله معك. الله يسلمك. اجل معنا يا شباب. وين طاح شهاد؟ زيل قل له خليه يرجع لورا. عمرك رستم بيه. ارجع لورا يا حباب، طريق ما بيساع الا سيارة واحدة. شي؟ وأنا شو دخلني يعني؟ شلون شو دخلك؟ الكركوبة تبعك قاطع الطريق. لا تقول كركوبي إذا بتريد، واحترم حيلك. ها بعدين مفروض يعني انتو اللي ترجع مش أني. أنا قاطع ثلاث أرباع الطريق وبخين علي الربع، فإذا رجعتوا انتو ربع الطريق أحسن ما أرجع أني ثلاث أرباعه.
العمى هذا مجنون ولا طائف يوزاته؟ طول بالك يا ناظم، انا بتفاهم معه. شوف يا اخونا، رستم بيك بده يمرق، ورستم بيك ما تعود اطلاقا يرجع لورا، طول عمره بيطحش لقدام. بعدين معقوله سيارتين كبار مثل هدول يرجعوا من شان شقفة طرطيره مثل طرطيرتك؟ فهمت معنى الكلام ولا ما فهمت؟ لا والله ما فهمتش. يعني سيوي ان كنت راكب طرطيره ولا جحشي ولا سياره شبح، فانا بحق لي استعمال طريق مثلي مثل غيري. واذا كان الطريق مطوب باسم رستم بايك لحتى نعرف يا حبيبي. معلم هذا يمكن ما راح يفهم بالذوق. هيك يبدو. شوف يا اخونا، كلمتين ورد غطاهن، بدك ترجع ولا لا؟ لا والله بديش ارجع. ما بدك ترجع؟ شوفوا شغلكم يا شباب. ما كان في داعي تضربوا له زلمه كل هالقد يا راتب، يعني كان كفين ثلاثه على كم طياره على رقبته بيوفوا بالغراض. ايه لا يا بيك، انت بذاتك لو سمعته شو كان عم يحكي كان فار دمك. لا حول ولا قوه الا بالله. عرفتوا من انو ضيعه هو؟ على هوا سحنته لهجته يا معلم، اكيد من ضيعه عش الزلائط. شو هالحكي؟ يعني ما لقيته تضربوا واحد الا من عش الزلائط؟ ليش وين الغلط يا بيك؟ لك يا راتب، أهل الضيعة هاي كلهم مشرانيين ومشكلجية وقتالين قتلة. شو يعني رستم بيك؟ لك شلون شو يعني؟ واضح الشغلة يا راتب، أهل ضيعته ما راح يسكتوا على هالقصة أبدا. بكرة أكيد أخواته وولاد عمومته وقرايبينه راح يعملوا عصابة ليأخذوا بتارو. بس إن شاء الله ما تكونوا ذكرتوا اسمي قدامه. بصراحة يا معلم ذكرنا العنين. ما سمعتني شو قلت له قدامك؟ قلت له رجع لورا، هاي سيارة رستم بيك، ورستم بيك ما تعلم بحياته يرجع لورا، طول عمره بيتحش لقدام. صبر جميل وبالله المستعان. بس بدي افهم، مين وكلك انت تحكي هالحكي؟ من شان هيبتك يا بيك. ايه بلا هيبة بلا بطيخ مبسمير، يعني ضروري روح قتل مشان هيبتي؟ فشلوا يا بيك، يلي برشك بالمي منرشه بالنار والدم. لك حاجة ولا حاجة؟ حاجة عليك مصدي. بكرة عند القنا بالقنا أول ناس بتهرب هو أنتو. شو محلي أعرفكن يعني؟ مو شاطرين غير بالبهرة والمنفخة. الله يسامحك يا بيك، أنت بتمول على راسي. بس يا ريت يجربوا أهل ضيعة عش الزلائط يهجموا علينا، بس لفرجيك شو بدي أعمل لك فيهم. الله لا يقدر. شو يهجموه؟ كش برا وبعيد. قال يهجموا قال. حرك حرك هلا خلصني. معود خير يا ويلي يا ويلي، ولي على قامتي عليك يا ابو عواد، مين عمل فيك هيك؟ الله يرضى عليك يا ام عواد، اعطيني كيلة مي. على عيني يا بعد عيني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. تفضل اشرب يا بعد عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لي شو صار لك؟ مين عمل فيك هيك؟ بلش يفور دمي يا ابو عواد. قل لي بس، يعني عامل حادث بالطرطيرة؟ لا لا سمح الله، ما عملتش حديث. متخانق انتو حدين؟ اي نعم يا ام عواد. انتو مين تخانقت؟ انا ورستم بايك وجماعته.
يا ويلي، انتو رستم بايك؟ وشو هو السبب؟ هيك حيوني لوحني تيسني مني، اما شو اكلت اللي قتلي يا ام عواد؟ حشك ولبك، شي على كيفك تمام، ما بتشتهيها العدوي والله. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يكسر دياتهن ويفك رقابهن الهي. لا تدعي هيك يا ام عواد، مشان الله لا تدعي هيك، ما بدنا الله يكسر يديهن ولا يفك رقابهن، بدنا سلتنا بلا عنب. ادعي لربي كف بلاهن عنا ونحن بألف خير من الله. ما فهمت عليك يا ابو عواد. كل خوفي ما يشتفي قلبهن مني بهالقتل يلي سلخوني اياها ويلحقوني لهون حتى يكملوا عليا. فعل الله ولا فالك؟ وليش حتى يلحقوك؟ مثل ما عم قلك، لاني هددتن بعد ما اكلت القتل. انت هددتن؟ ايه هددتن. قال لي هذا البغل الكبير يلي كان معهن، قال لي هي القتل لحتى تعرف منه هذا رستم بي، وسلخني كفين بعدها مثل فراق الوالدين. وانت شو جاوبتهن؟ قلت له وانتو كمان بكرة بتعرفوا منو هذا ابو عواد خيال المارة، انا بفرجيكي. لا 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 لا، الله يصلحك ويهديك يا ابو عواد. يعني كنت كل هالكفين بتمساكت ضروري كنت تتفاصح يعني وتقلن انا بورجيكم؟ شو بيعرفني يا ام عواد، هذا اللي طلع معي من حلاوة الروح. بسيطة بسيطة تقبرني ولا يهمك، بس ما قلت لي يا ابو عواد يعني ليش هن قتلوك؟ اطلعت لي بنص الطريق وما رضيت ارجع. الحق معي يا ام عواد، الحق معي، الطريق ليا. ولك انت من طول عمرك بتمشي الحيط الحيط وبتقول يا ربي الستره، شو صار لك على غفلي؟ على كل ولا يهمك تقبرني، حط لك تاكل. ما بديش اتزهرم شي، مسدودي نفسي. ويا ترى هذا ابو عواد له اخواتي وقرايبين؟ اهل ضيعه العش الصلاه سيدي كلهم قرايبين. يا حبيبي على العلقه، هذا اللي كان ناقصنا. شو قولك بيهجموا علينا الليلة؟ علمي علمك سيدي، شو بيعرفني؟ قديش اليوم بالشهر؟ 27. العنين، معناها ما في ضوء قمر. ليش شو دخل ضوء القمر سيدي؟ ولك خايف يتسللوا بهالعتمة ويفوتوا لهون، فهمت بقى بيش عم فكر؟ ولا يهمك يا بيك، أنا وزعت لك الحراسة على كل أرجاء الفيلا تحسبا لأي طارئ. دير بالك ها؟ دير بالك يا راتب، لا تبرد قلبك، اعمل دورية كل ساعة الله يرضى عليك. أمرك يا بيك. والكلاب شلون وزعتوها؟ الأسود الجعاري عند الباب الوراني، والشيانلو على الباب الرئيسي، والدوبرمان على الباب الشمالي. ما بيكفوا يا راتب، ما بيكفوا. روح الله يرضى عليك دبر لي شي كلبين ثلاثة تانيات تكون همتهم عالية وشبتهم مرعبة. شو بدنا نعمل يا بيك؟ بالوقت الحاضر ما في غير هدول. يا ريتني ما تفالحت وهديت الكلب الأشقر لمدير المنطقة، لأنه هلأ وقت عازته، هلأ يا راتب. بالفعل يا بيك، هداك كان قد عش كلاب. صحيح نسيت أسألك يا راتب، في حدا من رجالنا من ضيعة عش الزرائط؟ لا، بس في واحد عنا مصاهرون، يعني آخذ منه. احلق له فورا وعن ناعم كمان. روح الله يرضى عليك شرحوا البارودة واصرفوا على قهوة سباب. بس يا بيك هذا أكتر واحد ثقة عنا. لا لا يا راتب، أنا ما عندي حدا موثوق منه، عمل مثل ما عمل لك الله يرضى عليك. عبرك يا بيك. أوام. كلبنا قطاش مش عم ينبح اليوم، شو قصته؟ جوز يكون نايم يا ابو عواد. نايم هلق وقت النوم، قومي فيقي، قومي فيقي قوام. شو بدك فيه؟ شلون شو بدي فيه؟ ضروري يعني يهجموا وياخذوني على غفلة، ينبح له شوي اذا شاف حدا غريب وبنبهنا حتى ناخذ احتياطاتنا. تكرم طلع شق علي. شو طعمت لي اليوم؟ عندي شوية برغل خيمين وطيل عريحتهن تحت، يعني الحشت له ياهن. الله يصلحك ويهديكي يا ام عواد، يعني ما لقيتي له احسن من هالاكله؟ وشو بدي طعميه؟ لوز وسكر يعني؟ كنتي طعميه لحم، يعني المفروض فيكي بهيك حيلة تذبحي له الديك. الديك الاحمر؟ يعني الكلب ياكل اللحم ونحن نظل عايشين على البرغل؟ هذا اللي كان ناقص. معليش يا ام عواد معليش، يلي بده يشعر بالامن بده يضحي، لانه هذا الكلب اذا ما طعميناه وحشيناه ودللناه
ما بيعود يدير باله علينا وبيصير يطنش ويقضيها نوم. الله يمضي هالليله على خير. اخ امين يا ربي امين امين يا ارحم الراحمين. قالوا نعم نعم. أهلين صالحة أهلين. إيه لا أنا ناوي أرجع بكرة. شو رستم؟ مو على أساس تعود شي 3-4 أيام؟ بلا هيك كنت ناوي، بس يبدو أنه ما في موسم صيد منيح هالسنة. شو عرفت؟ لسه اليوم وصلت؟ هيك قالوا لي. رستم لا ترد على حدا، اطلع على عش الزلائط وجرب حظك هنيك. بعش الزلائط؟ لا بس بخاف يصطادوني هنيك يقرصوني. بخاف ما نلاقي طلبنا صالحة. اي مثل ما بدك. امتى قلت لي رح ترجع؟ بكرة صبح، يعني ماشي من جهجهة الضو. اوف ليش مبكر كل الآن؟ مشان اكسب نهاري من اوله، لانه شو قلت لحالي وانا قاعد هون؟ شو قلت؟ قلت لحالي يا ولد شو بدك بالصيد وهالعلك الفاضي؟ ايوه انزل دير بالك على موسم الزيتون احسن لك. مو انا اللي قلت لك هيك؟ معك حق، والله معك حق يا صالحة، يا ريتني سمعت كلامك من الاول. بس شو عادي يفيد الندم هلا؟ خير رستم في شي؟ لا لا شو شو بده يكون فيه يعني. طيب شو عم تساوي هلا؟ عم العب ورق انا والشباب. الله وكيلك حاططهم حوالين هالمزرعة حواليه يعني، ونازل فيهم سلخ رائع بهالطرنيب. ايه الله يبسطك يا رب. اما شو مبسوط بسط بسط يفوق الوصف. لك اهم اهلي صالحة، تصبح على خير. عندك وقف عندك 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 يا اخي لا حول ولا قوة الا بالله. شو صاير لك فايت مثل الحرمية واللصوص؟ اتنحنح يا اخي صعول. خلصت الدورية؟ ايه معلم خلصت. كيف الوضع على الأسوار الأمامية؟ كله تمام معلم. ماشي حال، روح تيسر لشغلك انت هلا. حاضر. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يمضي هالليلة على خير. لك آخ آخ، من طول عمري جبان ورعدين وخروق وقلبي قطيعة، منين هبطت عليها الشجاعة فجأة ما بعرف. يعني شو كان صار لو رجعت لورا وخليتهن يمرقوا؟ ضروري الويحد يكبر رأسه على الفاضي. بالفعل مش حلوة التنيحة. لا وكل يلي معي شقفة طيرة بثلاث دواليب، وبدي مرسيدس والبيجو يرجعوا لورا مشان فخامة الطرطيرة تبعي. بستاهل ميت قتلي على هالشغلي. وبصراحة ناس غيرهم كانوا فكوا رقبتي. بالفعل طلعوا هالجماعة أكابر وما تمدوش مع كثير، بس يا خوف يكونوا مبيتين ليها. الله يستر يا رب الله يستر. بيك يا بيك شو هجموا؟ ما حدا هجم يا بيك، بس طلع الضوء انت نايم هون. يبدو اني نسيت حالي وسهيت وانا قاعد. قلي يا بيك بتحب تفطر هون ولا برا بالجنينه؟ لا بدي افطر لا هون ولا برا.
خليهم يجهزوا لي عروسة لبنة وخيارتين، وجهز لي حالك انت وياهون مشان نرجع. حاضر يا بي. بسرعة الله يرضى عليك. ابو عواد، يا ابو عواد، يا ابو عواد. شو صار؟ شو صار؟ هجموه؟ ما حدش هجم. شو صار لك هالقد مرعوب؟ ما بدك تفطر؟ لا بديش افطر. لفي لي عروسة لبني بيمشي الحول. يعني ما بدك تروح على الشغل؟ والله ما بعرف، احترت والله حيرني. شو قاولتك، روح ولا ما روح؟ خلص يا ابو عواد، روح وتوكل على الله. يعني مش معقول تضل قاعد بالبيت بدون شغل. معك حق، معك حق. اصبح لقوم جهز الطرطيرة وشق على مية البطارية وزيت الفرام. روح روح يا بعد عيني، روح. الله والنبي يكون معك ويحرسك يا رب. ماشي بنور الله، أدعي وأقول يا رب. ماشي بنور الله، ماشي بنور الله، ماشي أنا ماشي، ماشي بنور الله. رستم بيك لعينيك، رستم بيك لعينيك، نحن رجالك حواليك، نحن رجالك حواليك. هيك وهيك وهيك وهيك، هيك وهيك وهيك وهيك. للبيعادي رستم بيك، للبيعادي رستم بيك، رستم بيك، رستم بيك.